الخير والرباح. صباح عصير تفاح، سوق بأي حال عدت يا سوق. سوق الأحد، يوم الأحد كما كتلاحظوا عادة المفروشات، عادة تفريش على الأرض، عاد الناس ليترزق الله ما فيها بس، على أن تبقى الدنيا نقية ونظيفة بعد البيع والشراء. التجزئة الخضراء، التجزئة الخضراء خوتي على اليسار، لبنان كاسطين على اليمين. خرجنا نقلبوا على شي بيكالا، ساعات السوق ماشي ديال بيكالات. الناس كترزق الله، الله يجيب لهم التيسير. هنا البلاصة ديال الأمتعة والهير، بلاصة الخضار، وهداك اللي كتشوفو قدام سوق الجملة. كلشي خرج باكرا مبكرا باش يترزق الله سبحانه وتعالى. بسم الله مجراها ومرساها. هذا سوق الجملة هو هذا، افتح لي. المطر ديال ثلاثة والروايض كما لاحظتوا كيفن فنو، الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم. واخا يشوفوا اللي شافوا ما يتردعوش صراحة، لأن اللي فيه شي عادة ما كيبدلها. الخضار بالنسبة للقزبور والمعدنوس كلشي هنا، والكتب الدراسية. مرحبا بكم إخوة الأخوات في يوم جديد وفيديو جديد من هنا إلى مكان قد نصل إليه وقد لا نصل، ولكن غادي نصبروا إن شاء الله، نحاولوا نمشيو بعيد يكتب الله، أما كتبش الله مرة أخرى إن شاء الله. حرشة هنا، حرشة والخير والبركة. صيدلية الرحمة جات في حي الرحمة، وهذه الكدية مقطعة ديال الكدية معروفة وسط الحي الشعبي، قبلها مكتبة اقرأ. هي ديال الأخ ديالنا رشيد العسري، أولا دابا كيخلصوا عنده حتى فواتير الماء والكهرباء الهاتف، كلشي ولا في المكتبة اقرأ. اللهم يسر، نتمنوا دائما نسمع عليكم خير، نتمنوا دائما الأناميل ديالكم تصب علينا تعليقات مفرحة، ولا كان شي انتقاد حنا موجودين. ألف مرحبا وأهلا وسهلا ودندن، كل يوم وأنتم بخير، كل يوم وأنتم في صحة، كل يوم وأنتم في عافية، تنعمون بالبركة في العمر والتزكية إن شاء الله. صيدلية ابن سينا، وكما قلت لكم البارح اليوم راه صيدلية الحراسة هي صيدلية الجيش الملكي. تابعونا على الصفحة ديال صيدلية الحراسة بمدينة العرائش، راه في الفيسبوك. مشكورا نقابة الصيادلة كتصيفط لنا الجدول كل أسبوع. الناس كتطالب بأكثر من صيدلية حراسة واحدة، ولكن نقابة الصيادلة كتأكد على واحدة عندها أسبابها. في الأول ديال الحجر الصحي كانوا أربعة في اليوم،
اليوم كاينه وحده في اليوم. ويا ريت على الاقل يكونوا جوج، ولو كانت الاسباب كيف ما كانت. الناس محتاجين انهم ما يتكرفسوش مع انه المرض راه تكرفس. ودائما رجاء واحد الصيدليه شويه المدخل ديالها ما كيسرنيش، راه حدا مسجد الفرقان. الله يجزيكم بخير، على الاقل ديك الاسم ديال الصيدليه مسجد الفرقان يكون باين على الاقل. اللهم يسر الجميع. شي طبيعي ان الصيدليه خصها تكون قريبه للمرضى، وخصها تكون يلقاو فيها راحتهم. راه الصيدليه هذه راه بحال غرفه عمليات، بحال مستشفى، بحال. تحياتي للاخوه والاخوات، كلنا غيرون على هذه المدينه، كلنا نريد ان نسمع عنها خيرا، وان يكون سكنتها بخير وعلى خير، كما نتمنى نعمه الصحه والعافيه لكل سكنه المغرب، ويعم الامن والامان في بلدنا وفي العالم باسره. تحيه لاحبابنا في حي السيدي جي وكل احياء المدينه. صباح المنار وصباح الانوار، سبحان الله، ولات قريبه المنار، هادشي كتجينا بعيده. وهذا هو الحي اللي جا في الدخله ديال مدينه العرائش، حي المنار. اتمنى صادقين ان يكون مناره في هذه المدينه في المستقبل القريب. مسجد مولاي الحسن بحي المنار. والله ما حسيت بالطريق حتى جبرت راسي في المنار، سبحان الله دغيا. شحال هادي كانت كتجينا بعيدة، ها السيدي جي ها المنار. المسجد تحت منو كاينة الصيدلية المنار، اللي تكون بيرمانونس صيدلية المنار خصكم تجيو لهنا تحت المسجد مولاي الحسن. وتحية للدكتور البغار الدباغ، عفوا دكتور الدباغ. واللي كان اليد لبناء ذاك الصرح العظيم وهو مسجد مولاي الحسن. تحية لكل المساهمين في الأعمال الخيرية، مساهمين في المساجد، الصدقات، واللي كيعاونوا خوتهم الله يحفظهم. إننا في المنار، أنار الله دربكم. دابا بغينا نشدو طريق الرباط، واش هادي هي الطريق؟ واحد جوج الشباب سولتهم وراوني الطريق الله يكرمهم، راه في المغرب والله ما تلف. جودة حليب، جودة وما كاين غير الجودة. هانتوما خوتي، الجودة هي هادي من الدخول، جودة العرائش، جودة الحليب. وهاد الجودة راه جاية من تالودنت، شركة الجودة. أما الشركة ديال دانون بطبيعة الحال راه معروفة، الدار البيضاء وكولينور الجيران ديالنا تطوان. خوتي واش لاحظتو مبقاش مشكل عندنا مع الحليب؟ كان كيجي رمضان مشكلة كبيرة، تهضر مع البقال يخلي لك يطرو ولا جوج يطرو، ولا ما هضرتيش معاه هزك الماء وخلطك الضو. دابا لا، مبقاش المشكل، هادي سنين تقريبا، خمس سنين فوق، مبقاش مشكل نهائيا. غير خذ الحليب فوقاش ما بغيتي، اللهم لك الحمد. هادي إذا ما كذبتش هي روكي مار، العمل ديال الصباط الأصلي اللي كيتفرع على ثلاثة، روكي مار، بوريلار، ريكيبير.
فرق يمار عند السباط ها الغابات الأسطل هذه هي الغابات الأسطل كيدربوا فيها الناس كيجيو حتى لهنا يتحركوا صحتهم كيزولوا العجز كيجددوا الدم في الجسم ديالهم جميل 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 مجموعة النسوة والرجال كيتحركوا كيديروا الحركات ما شاء الله كاينة أستاذة كدير حركة النساء كاينة أب مع وليداته وكاينة نساء مع بعضهم جايين جابدين على رجليهم من العريش حتى لهنا ما نحاولوا ما نقربوا لهم شي باش ما نزعجوا حد ولكن فضاء جميل للرياضة والحركة نشكركم على المتابعة ديالكم وعلى البارتاج ما تنسونيش الله يجزكم بخير طافي هنا كذلك يساعد على الحركة وسط الغابة وسط البداية ديال الغابة الأسطى غالبا الأحد كتكون عامرة الدنيا هنا غير الأحد قليل جدا أو صحتك يا خايب صحتك حركة بركة صحتك خير صحتك الصحة والراحة ملاحظ النساء أكثر من الرجال حركة النساء أكثر من الرجال أنا إن شاء الله غادي نمشي للهيايضة المنطقة الهيايضة ندير واحد المباشر من تحنا لا عفوا غادي ندير تسجيل ولكن في حالة ما إذا تفشت لي شي رويضة غادي ندير واحد المباشر يجي شي واحد ياخذني الله يجزكم بخير ما تفشت حتى شي رويضة مع شي مشكل نجيو بحول الله ولو ان الطريق شويه بعيده ولكن يلا رياضه طحن طحن دقدق اشكركم والله العظيم الى سعيد بالتواجد ديالكم والمتابعه ديالكم والتعليقات ديالكم والدعم والسند ديالكم ولو كندير داك المباشر في الليل وكيتابعوني زهاء 45 والله بارك عليا 45 متفاعلين وكتوصل البارح مع الفيديو طويل وصلت حتى ل 50 راه ما شاء الله بارك علينا هادو الى كيبارطاجيو راه فيهم الخير والبركه هادشي اللي عطى الله وفيه الخير الحمد لله اللهم لك الحمد سعيد بكم اخواني اخواتي الشباب ها بارك الله عليكم مرجان طبعا كلية تحية طلبة اللي كيوصل هنا كيولي طالب ما كيبقاش تلميذ تحية للطلبة اعتز بالطلبة المتابعين لنا وراه ماشي بالسهل توصل لهاد الجامعة اوصلوا لها غير المحنكين اوتوغوت ولي بسلام الرباط عرائش قصر كبير باحات استراحة ميراج هي كاينه هنا مع الدخله غير تفوتوا لوطورود داخلين العريش تفوتوا الرون بوان ديال لوطورود داخلين العريش كتجبروها مباشره الدخله ديال لوطورود من هنا مسدوده ما عرفتش علاش ولكن يمكن لك تدخل من هنا ربما الدخله الاولى مسدوده اللي كتجي من العريش لوطورود مباشره سدينها مالي لافوكا والكوكو باقي ما جاوش الصنادق ديالهم خاويين دابا خوتي غنوقف هاد التليفون غنشد الطريق حتى نوصل ان شاء الله عاد نكمل على الشريط بحول الله تحياتي يلا ها الغديرة الحباب هاي شوف الغديرة يلا فت الطريق ديالها دابا واحد الطريق على اليمين شوفوا هنا معايا واحد الخطع ما شاء الله ديال الغنم خطع كبير وفيه شي حوالي اخوتي ما شاء الله
خير الله. شوف تبارك الله، هذه واحد 3 ايام وصلت حتى لهنا وحبست ورجعت ياك. دابا لا غادي نكمل ان شاء الله، غنكملوا اللي ليها ليها. واخيرا واخيرا البحر بدا كيبان وهواء البحر المنعش وصل. واخيرا الطريق صعيب اخوتي، طلع حوت طلع حوت وما بغاتش تسالي، ما بغاتش تسالي، سالي تعب كيفه. هادو كوكو كيجني والكوكو كيبان ليا. تبارك الله، اراضي فلاحيه وعلى واحد المدى طويل طويل ما شاء الله. انا درت دابا شديت طريق الهيضه، ولكن اللي بغى يمشي يصيد كاين واحد المكان الصيد هنا زوين، يدخل من هنا يمشي ينزل يصيد مع راسو تما، كلها شواطئ ديال الصيد، شواطئ صخريه. هذه طريقنا ان شاء الله بحمد الله. الكوكو تبارك الله، شوف الكوكو، هذا كله كوكو، ها ارض مفرشه بالكوكو. الكوكو تبارك الله، نسى كيجي الكوكو. شوفوا شوفوا الصلاه على النبي، شوف جبل من الكوكو. اكيد عرفتوا هذا المعمل هذا ديال الروز سيغالا مونديريز ريفيرا دي لا روز. سبحان الله العظيم، واحد الزوبعه رمليه. شوف هذا هو المعمل ديال الروز. سيغالا هي اللي كتمول الترياتلون اللي كيكون في عريش. تبارك الله، معمل ضخم مساحة شاسعة، كيفكرنا في المعمل ديال السكر اللي كان هنا وما بقاش. أروز سيغالا طيور معشين فوق منه، سبحان الله العظيم، قطيع ضخم من الغنم ما شاء الله. هذا هو فوريلار ديال الصباط، سولت واحد السيد والله ما عرفتو، ما مكتوب عليه لا فوريلار ولا. هذا هو المعمل ديال فوريلار اللي فتنا عاد دابا قبل قليل، وحنا مازال فيه المعمل ديال الصباط اللي كاين في الهيضه. سولتو على واحد المعمل هنا، قال لي هذا حابس ما خدامش. مساحات فلاحيه شاسعه، المدينة ديالنا غنية بالفلاحة خوتي. الجهة الأخرى تبارك الله على اليمين عاوتاني، الله الله، واحد السحابة ظلت الشمس وخلقت واحد الجو منعش. هذا ما يكون غير سلام غاز، هذا شركة الغاز سلام غاز، مقلع ولاد صخا عامية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء بالعرائش بجانب معمل سلام غاز. هذا الصباع اللي كان شبر به التليفون كيفاش تيولي عوض يمسك التليفون. مركز تعبئة الغاز بالعرائش نقول لكم عملت بوطاكاز هو هذا. تحية للأخ ديالي الصديق ديالي يوسف الصمدي العامل هناك، والأخ ديالنا فؤاد كذلك، الله يعاونكم. خروج الآليات الرمال المقالع ديال الرمال تبارك الله، هاد ديال الروز، ها الركيبير ديال الصباط، السلام غاز، ها الرمال.
حنا على مقربه من ميسم، شركه ميسم ديال فريز. ها هي شركه ميسم اللي كان سميتها قبل اس في زد، اس في زد، وقلبت الاسم الميسم ديال فريز توت الارض ميسم. تم صباغة جدرانها، السلامة. يظهر لي هذه هي الهيايضة، الدوار ديال الهيايضة. عن بعد شوفوا معايا هذا الشاطو تبارك الله ديال الماء، قداش هو اكيد القمة هذه الهيضة، واللي عنده شي معلومة يمدنا بها الله يجزكم بخير. والطريق راكم كتعرفوها، على بركة الله. هذا اللي كتشوفوا اخوتي هو المعمل ديال السكرال، توقف هذه سنين، المعمل ديال السكر سكرال، واللي تابع الصورة ديال القصيري. هذا توقف هذه السنين، بقات فيه شي مشاكل، وهاد المساحات اللي كتشوفوا كلها كانت تابعة ليه، كلها كانت قصب ديال السكر، كان فيه واحد مساحة كبيرة تابعة ليه. الطريق هنا كتعقدها واحد 50 متر من شريما خالة، علاش هاد 50 متر ما نقدروش نصوبوها؟ غنم ما شاء الله خير موجود. ها هو المعمل السكر اللي كما قلت لكم كانت عنده مساحة شاسعة ديال قصب السكر في الأراضي، وتال ولاد العريش كانوا شابعين قصب السكر، كم يوم اللي كيكون غادي كيتبعوه وياخذوا منه العواد ويبيعوه ويشريوه. تبارك الله السوق صغير عامر بقصب السكر، لكن دابا لا صافي. شوفوا مسكين كيفاش هرم، شوف تصدى موقوف سنين. هادي الفريز تبارك الله، الطماطم، هذه المنطقة ديال ولاد الغماري، ها هي قالوا لي سميتها ولاد الغماري. دولة الصخر، كل فلاحة ما شاء الله تبارك الله. شوف كوكب مساحات تلو المساحات، راه خوتي ما تقدرش تحدد هذا الخير، هذا الله ما تقدر تحدو ما شاء الله. فين ما مشيت ملي خرجت من العريش ملي فت السوق ديال الحوالات ديال ولاد حمو، فين كان السوق الحولي، وهي مكاين على الكوكب ما شاء الله. من دوار الغماري قلبنا في اتجاه العوامرة، ما عرفتش شحال باقي ديال الطريق، ولكن غادي نفيد الله. الطريق اللي كتربط ما بين دوار الغماري يعني مزارع، شركة مزارع والعوامرة مخيرة، أفضل بكثير من الطريق ديال الهيايضة اللي جيت منها. هذا
قالوا لي دوار الروافة، دوار الروافة اهو. طريق مريحة ومستقيمة ما شاء الله، تضرب فيها 100 كيلومتر ما تعيش. كوكو ما شاء الله. انسى كيجنيو الكوكو، نسولو على هاد المنطقة شنو سميتها عاوتاني. نقطها به سول هاد الدراري صغار مورعة خوتي. سولت الدراري صغار قالوا لي المورعة، دوار المورعة معروف، دوار المورعة فلاحة. مقهى الداخلة مورع يا مورع. الموارعة مسجد النور، نور على نور. أكيد حتى هو غيكون تابع للمورعة. وجولة وش من جولات طويلة خوتي. اللي تسرى معايا هاد المسرية كلها بغيت الله سبحانه وتعالى يسترو في الدنيا وفي الآخرة. اللي كمل هاد الدورة بغيت الله سبحانه وتعالى يعطيه كل ما تمنى. تحياتي لكم خوتي خواتاتي، الله كنفع كنرفع كف الدراعة باش يرفع علينا البلاء، الله سبحانه وتعالى باش يرفع علينا البلاء. أني متعكم بالصحة والعافية، وكنشكركم اللي وصلتوا معنا حتى لهذ المنطقة هذه. قلبكم كبير تبارك الله، الله ينوركم. نتوما شفتوا فين حنا دابا، وصلنا للعوامرة، شي دويرة خفيفة في العوامرة ورجعوا بحالنا إلى حال سبيلنا. وصلنا بحمد الله ومنه. وانا قلت لكم الحباب ولو يتبعوني 30 40 في ذاك اللايف ماشي مشكل، فيكم الخير والله الا فيكم الخير. راه النص ديالكم الى بارطاجا راه ما شاء الله، لا نديروا اللي علينا والباقي على ربينا. طوكسي انا ومرير البلاد ديال السي محمد العمري. تحيه السي محمد العمري اللي كيتبعنا من برشلونه وتبارك الله عليه، الله يكرمو. تحياتي ليه لكل الاخوه اللي كيتابعونا وهما كينتميو منطقه العوامره غنيه فلاحيا. اللهم صل على محمد.
في العوامر اللي كتبعد على العريش ب 12 كيلومتر، ولكن حنا راك شفتو منين جينا، ضربنا كيلومترات ما شاء الله، وكله يهون مع احبابنا. بطبيعة الحال العوامر كتعمر الخميس، الناس ملي كتحتاج الحولي كتجي نهار الخميس للعوامرة تاخد حولي بثمن زوين. السوق كيعمر هنا مزيان، مركز الصحي القروي العوامرة جوج. عوامرة بلاد الخير، تحية لكل متابعينا في هذا البلد الجميل. واليوم الأحد، نسأل الله الأحد أن يحفظكم ويرعاكم. مدرسة الداخلة، لا يقل شبها بسوق الأحد ديال العريش. حرارة في وجهنا خوت، ضرب المنظر ما يكونش زوين. حرارة في وجهنا مباشرة، شوية نطلقوا لعرائشنا، المملكة ديالنا. الله يخلف، الله يجعل البركة. انتم شفتوا سارينا عدة مناطق،